الأخوة الأخوات القديسين في المسيح يسوع، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة بعنوان ظهورات قديسين أم شياطين. ظهورات قديسين أم شياطين. قبل ما ابتدي الحلقة كنت عايز بس أنبه على حاجة بالنسبة للنبوة اللي ذكرناها في الحلقة اللي فاتت، اللي هي لما القبور تفتحت وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين، وقلنا دي تتميم لنبوة بتاعت أشعياء 26-19. عايز أقول حق نقطتين. النقطة الأولانية ممكن تكون هتتحقق تاني، في ممكن يبقى تتميم بيتسمى التتميم الجزئي أو وبعدين يبقى ممكن في تتميم تاني. أحسن حد يفكر دي ممكن يقول لي يجيب دي لسه حاجة هتحصل بعدين في موقف تاني يعني، فده ما يمنعش. الحقيقة بقى اللي يأكد انها على الاقل تتميم جزئي، الترجمة الانجليزية، انا رحت الحقيقة كذا ترجمة، انا يعني بحب قوي نيو كينج جيمس، بس ده ما يمنعش ابص في حاجات تانية. نيو كينج جيمس بتقول ايه، لو اقرا العربي وبعدين نقرا الانجليزي لان فيها حتة بين قوسين كأني بشرح حاجة عشان يأكد او يعني ايه يفهمنا حاجة. طبعا اكيد لما بيحطوها هما مش حطوها كده من دماغتهم، اكيد بتبقى اللغة مساعدهم في حاجة زي كده. النبوة بتقول في اللغة العربية: تحيا امواتك، تقوم الجثث، استيقظوا ترنموا يا سكان التراب. ترجمة نيو كينج جيمس بقى بتقول ايه، انا هقولها بالانجليزي وبعدين هترجمها تاني يعني بالعربي، بس الترجمة بتاعت اللغة الانجليزية بتاعت نيو كينج جيمس بيقول ايه، your dead shall live، يعني تحيا امواتك. حلو كده، بس بين قوسين كاتب ايه، together with، يعني ايه together with، يعني ومع، وبعدين يكمل بقية الاية my dead body، يعني بيقول تحيا امواتك مع جسدي الميت، زي شال إرايز هيقوموا. أو لا تاني، تحيا أمواتك وبعدين يقول إيه، يعني بيشرح أنها هتحيا مع جسدي أنا الميت وهم هيقوموا. فكده تبان قوي إن ده، عشان كده في أكتر من مفسر الحقيقة هم كلهم ما كانوش يعني من غربيين، قالوا إن ديت تتميم لهذه النبوة، سواء هي تتميم لهالنبوة دي مرة واحدة ولا ليها تتميم تاني. بس اعتقد لما يقول with my dead body يعني مع جسد الميت، لا يمكن هتكون اكتر من كده لان جسد المسيح مات مرة واحدة بس. ماشي كده، فحبيت بس انبه على الحتة دي انها قد تكون تتميم لهذه النبوة تحديدا، لان بيقول له جسدي الميت، او لو حد قال ليها ممكن تتميم تاني ما يمنعش يعني. عايزين بقى نتكلم على كده ظهورات قديسين ام شياطين. شاهدنا في الحلقة السابقة ان التقليديين ابتدعوا معاييرهم الخاصة بمن هم القديسين، فهم الموتى وكلهم تقريبا من الرهبان طبعا، او يعني ورجال الكهنوت بصفة يعني عامة، وليس للنساء نصيبا في هذه اللعبة بقى، حتى لو كانوا راهبات معرفش ايه مكرسات، لا 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 يعني خلاص بقى يعني ماشي كده. في حلقة اليوم نجيب على سؤالين، الاول بخصوص طلب الاخ فادي ظريف عن بعض الميتين من التقليديين والذين يدعونهم قديسين بينما هم قتلة ومجرمين، وبعد ما نخلص الجزء ده هنجاوب على سؤال تاني للأخ موسى. ماشي كده، الإجابة على هذه النقطة بتاعت الأخ فادي ظريف أنا يعني نقول كما يلي. في كتاب للقس مناسة يوحنا، ده قس أرثوذكسي وراجل مشهور وبيحبوه قوي، اسمه تاريخ الكنيسة القبطية، ممكن تنزله من على النت ببلاش، هو كتاب مش كبير قوي ولكن به مخازي كثيرة، فهتلاقي فيه بلاوي، هتلاقي ناس من اللي هم بيقولوا قديسين انت بقى تقرأه وتميز يعني. في كمان مجلدات، ده نمرة 2، مجلدات تاريخ الأمة القبطية وكنيستها، دول 4 مجلدات بتسلع كبار قوي، ممكن تنزلهم من على النت، وفيهم فضائح ملهاش أول ولا آخر يعني، برضو بتتناول بطاركة وفي ناس يا خبر أبيض. 3 دي من عندنا بقى، كل من الذين يدعونه القديس أوفيلوس، خد بالك من الحكاية اللي جاية دي، البابا 23 حلو، وابن أخته كرولوس
المدعو كورولوس الكبير عمود الدين، البابا 24 الله، وابن اخته البابا 25 المدعو ديوسقوروس اللي بيسموه حامل ارثوذكسية باين ولا حاجه زي كده، كلهم دول قتله ومجرمين. ماشي كده؟ وخد بالك بقى لما ده ابن اخت ده ابن اخت ده تفهم يعني، ومسلسلين مع بعض عادي بيورثوا الكرسي لبعض. خصوصا بقى كورولوس الكبير ده انا بس شخصيا بسميه سفاح الاسكندريه الذي قام بتهجير اليهود قسرا، وبالتالي استولى على ممتلكاتهم وطردهم من الاسكندريه زي بالظبط ما داعش عملت في العراق في الموصل، طردت الناس يدوب خد شنطه كده فيها كم غيار وساب البيت وساب العربيه وخد عياله ومشي. كما ان ميليشياته من الرهبان كانوا يهدمون معابد الوثنيين ويحولونها الى كنائس، وهم من قتلوا العالمه هباتشيا بعد تكريدها من ملابسها تماما ثم حرق جثتها بعد ما ماتت. للمزيد عن هذا الشخص تحديدا يرجى الرجوع للحلقه الخاصه بهذا القديس السفاح على قناه الاخ فايق زكه راهب قبطي سابق، واللينك بتاع الحلقه دي تحديدا هيكون في التوصيف، كما اشجعكم على الاشتراك في قناته ففيها الكثير من المخازي الخاصه بالرهبنه. وعلى فكره هو عامل كذا حلقه على كرولوس الكبير ده بالذات يعني. وبالنسبه لاخلاق بقى خاله القديس ثاؤفيلوس البابا 23 فيمكن الرجوع للحلقه 75 على القناه بتاعتي انا بعنوان ثاؤفيلوس الفرعون المصري يحرم وينفي ذهبي الفم ظلما. دي انا بغطي فيها نقطه واحده من اخلاق ثاؤفيلوس مش كله. بالنسبه لاخلاق ديوسكوروس ما ده بقى ما هو اخر واحد في العيله اصغر واحد ابن اخيه من اصغر، فيمكن الرجوع للحلقه 151 على القناه الخاصه به مجمع خلق دنيا الاسباب الحقيقيه لحرمان الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه، ودي برضو بغطي فيها نقطه واحده عن ديوسكوروس. ماشي كده؟ الحقيقه مخازي ملهاش اول ولا اخر، دول حرقوا كان الكنيسه كان ما كان ايه مكتبه الاسكندريه دي كانت اعظم مكتبه في العالم وقتها، وبعدين كان في مكتبه ثانيه لان ما مسعش المكان في اعتقد في حته اسمها سيرابيس، وكان برضو فيها معبد، حرقوا الكل بالمكتبه كله، والناس دي ما كانش كانوا يخشون من العلم والعلماء، عشان كده عملوا كده في هباتشيا. فكده ابقى انا خلاص يعني ايه حالتك، وكل من يريد ان يعرف روح على الكتب دي واقرا هتلاقي بلاوي ملهاش اول ولا اخر. هو طبعا مش دول بس اللي هم يعني قتلوا مجرمين، بس دول في التاريخ يعني من اسوأ من عبروا على الكنيسه، بالاضافه لان في ناس تاني انا مش ناسي اسميهم دلوقتي اللي عملوا. انا عندي حلقه بعنوان سر الاعتراف وفضيحة زواج السراري، هتلاقي فيها مين من البطاركة كان بيعمل كده، يعني كان بيصرح بزواج السراري. وبرضه عشان بالمناسبة الذي أسلم مصر إلى عمرو بن العاص هو القديس البابا بنيامين البابا 38. شكرا جزيلا يعني. يبقى يعني دي كده عينة كده في السريع. وفي واحد تاني اسمه البابا كيرلس ابن لقلق، لو تعمل عليه بحث يقول لك ده ما كانش بيرسم حد غير لما يديله فلوس يعني. وفي بطرك انا ناسي اسمه كان اسلم على فكره يعني كده يعني ما تفكرش يعني كده. ماشي، نيجي بقى نخش على السؤال الثاني بخصوص الاخ موسى موسى، حيث قال في تعليقه انه كان في موقف صعب وطلب البابا كيرلس في سره فرآه عيانا بيانا، فكيف ظهر له؟ ولو كان روحا شريرا هو الذي ظهر، فكيف عرف الروح الشرير انه طلب البابا كيرلس؟ لانه لم يتفوه بالكلام، بل كان مجرد مجرد ان هو ذكر اسمه في سره. ماشي كده؟ طيب طبعا الحقيقه دي هتبقى دراسه جميله يعني. للاجابه على هذا السؤال نستعرض النقاط الاتيه. واحد، نمره واحد، هل كل من تنبأ او صنع معجزة يبقى قديس؟ بكل تأكيد لا. ممكن اقول آية واحدة متى 7 الرب يسوع ببقه كده الايه
كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم، يوم الدينونة، يا رب يا رب عظيم، أليس باسمك تنبأنا؟ أهو. وباسمك أخرجنا شياطين، وباسمك صنعنا قوات كثيرة معجزات. فحينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعل الإثم. أخويا وأختي اترعب لو جه يوم ويعني ربنا استخدمك إنك أنت ممكن تتعظم، تتكبر، تبقى الحكاية بقت تخش فيها فلوس ولا مركز ولا عظم. احذر جدا، أنا برتعب من الحاجات دي صدقني. والرب يستخدمنا، بس لازم يعني على طول لازم تعطي المجد للرب immediately وما تقعدش يعني ماشي كده. اتنين، هل كل من تحدث معه معجزة مادية هو قديس؟ بكل تأكيد لا، مش بالضرورة اطلاقا. الرب يسوع المسيح صنع معجزات لا حصر لها، ولكن الأكثرية لم تؤمن، بل نرى واحدا منهم بلغ عنه مريض بركة بيت حسدة المقعد 38 سنة. ثم نقرأ بعدها مباشرة لما قالوا له ما يسمعش، ما ينفعش تشيل الفرشة بتاعتك يوم السبت، قال لهم اللي شفاني هو قال لي. قالوا له طب مين ده؟ قال لهم ما عرفش. بعد كده عرف ان هو ايه، يسوع. راح يقول لهم بقى عشان يبرر نفسه ان هو راجل بيحافظ على السبت، قال لهم ايه، هو ده. طب بعد ما بلغ عنه يقول لك ولهذا كان اليهود يطردون يسوع. تصور لما تيجي الناس تطردك ويطلبون أن يقتلوه لأنه عمل هذا في السبت. تصور. ففي ناس كتير من اللي الرب شفاهم وعمل معهم معجزات مش بالضرورة أمنه. إذن بالنسبة لمعجزات سداد الأعواز اليومية، فلا من يقوم بها لابد وأن يكون قديسا، ولا من يستفيد منها بالضرورة برضه هو قديس. ده ربنا بيديها لكل الناس صدق. المعجزة بقى الحقيقية دي بقى اللي بالروح القدس بقى، دي اللي تخليك قديس، اللي هي انك انت تعتمد بالروح القدس، انك انت تولد ثانية. دي بقى المعجزة اللي بجد، دي اللي تخليك قديس بجد. وعارف مين بقى اللي يعملها؟ الروح القدس بنفسه. ما ينفعش يعملها لك واحد تاني. حتى لو واحد بيصلي من اجلك انك تقبل الروح القدس زي ما بنقرا اوقات في الكتاب المقدس، هو برضه مجرد بيساعد معاك في صلاه او كده يعني، لكن هو مش يملك يعني يقول لك يا روح الله تعالى. لا، ده بيتوسل للرب يعني، بتصلوا سواء ان روح الرب يعني يحل على الشخص ماشي كده، لكن القاعده الاساسيه انك انت بتكون بعلاقتك بالرب وتاخد الحكايات يعني. نيجي بقى نمره 3 ماشي كده. احنا دلوقتي اتفقنا المعجزات لا اللي بيعملها يبقى قديس، ولا اللي تحصل معاه بالضرورة يبقى قديس. وبعدين خلي الموضوع بتاع القديس ده للرب هو اللي يحدد مين قديس يا اخويا ويا اختي ماشي كده. ما ينفعش، ما فيش حد ليه سلطان يقول على واحد بعد ما يموت ان ده قديس. انت بتعرفش اللي حصل ايه، وهو عايش بنقول عليه ده قديس في المسيح، وعنده الفرصة طبعا ان يبقى قديس في المسيح، لكن بعد ما انهى يعني حياته انتهت، انت ما تعرفش كان يعني ايه هي الجانب الاخر في حياته، إيه سرائر قلبه، ما حدش عارفها. مين اللي عارفها دي؟ لا، زي ما قرينا في الحلقه اللي فاتت. ثلاثه بقى، هل يستطيع الشيطان ان يسمع كلام البشر؟ نلاحظ في التجربه على الجبل، الرب يسوع يعني يدوب اتعمد من هنا وعلى طول طلع بعد المعمودية صام، وبعد ما صام ابتدى خدمته الجهرية. عشان يقولك احنا بنصوم زي ما المسيح صام، لا، اول المسيح صام عشان كان في عمل حامل، فيعلمنا ان احنا ممكن نصلي ونصوم من اجل حاجة معينة عايزينها. تصلي وتصوم انك تفهم الكلمة، ان ربنا يفتح عينك وتفهم او تطلب حكمة. حصل ايه بقى؟ ليه كان يقعد يقول له ان كنت انت ابن الله؟ ما هو دي العباره اللي هو سمعها ساعه ايه؟ ساعه معموديه المسيح، جه صوت من السماء قال ايه؟ هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. ماشي كده؟ فالشيطان سمع، عشان كده كان يقول له ايه؟ ان كنت انت ابن الله، لانه هو سمع الحكايه دي.
هل تستطيع الملائكة أن تسمع كلام بشر؟ خد بالك الملائكة والشياطين من نفس جوهر الخلقة، يعني سواء إذا كانوا نور أو حاجة زي كده، سميها زي ما نسميها، بس الشيطان هو عبارة عن ملاك ساقط، يعني زي إنسان، في إنسان قديس وفي إنسان شرير، لكن في الآخر هو إنسان معمول من نفس الطينة. يعني تلاقي الملائكة في لوقا 24 وفيما هن دل المريمات لما راحوا محتارات في ذلك إذا رجلان وقف بهن بثياب براق، يقول لك اثنين ملائكة، وإذ كنا خائفات ومنكسات وجوههن إلى الأرض قال لهن، ده الملائكة بتكلم المريمات، لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ ماشي، ليس هو هنا لكنه قام. حلو لغاية دلوقتي كلام كده، ما هو اطلعوا على القصة وشافوا. يعني اسمع بقى اللي بعدها، اذكرنا كيف كلمكن وهو بعد في الجليل قائلا انه ينبغي ان يسلم ابن الانسان في ايدي اناس خطاه ويصلب في اليوم الثالث يقوم، فتذكرنا كلامه. اذا الملائكة على فكرة ممكن يكونوا حاضرين ومحدش شايفهم، وممكن يكونوا حاضرين وحد بيشوفهم. انا ممكن احكي لكم بعد ما اخلص تعليق حكايه، يعني لي خبره في الموضوع ده او اختبار سوري. يعني شفت باب الملائكه قالوا لهم ايه؟ افتكروا اللي هو قال لكم في الجليل، ايه ده؟ وهو هم قاعدين في الجليل بيسمعوا الرب يسوع، كان في ملائكه حاضره، يعني واضح ان كان فيه، ماشي كده، قائلا ان له ينبغي ان يسلم ابن الانسان، ففكروهم. يعني فواضح ان الملائكه والشياطين ممكن تسمع صوت البني ادمين، وفي ناس بتشوفهم، ماشي كده. هقول لكم على قصه، مش عارف قلتها قبل كده ولا لا، دي قصه حقيقيه حصلت من حوالي 4 سنين. كنا في يعني رحله تبشيريه في احدى دول جنوب شرق اسيا، وكنا بندعى يعني بنبش يعني كمان بنتكلم في كنايس، يعني نوعظ فيها. ففي مره من ضمن المرات اللي رحنا كان في كنيسه بنوعظ فيها، كان معانا اخت من الاخوات اللي كانت معانا في 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 الجروب دوت، هما الحقيقه اختين، يعني شافوا اللي هقول لكم عليه ده، شافوا كان حد من عندنا بيوعظ وكان لازم حد تاني يترجم عشان الناس تفهم. فالاختين دول واحده فيهم شافت 2 ملائكه والتانية شافت 5 ملائكه. 2 ملائكه كانوا ملاك وراء الشخص اللي بيتكلم وملاك وراء الشخص اللي بيترجم، وشافت 5 شافت 2 دول زائد 3 حوالين الكنيسة. وحتى أنا من يعني من باب الكريوسيتي بتاعتي أو الفضول قلت لها، قالوا لا طبعا ما فهمش جناحات وكده، أنا عارف إن هناك أنواع، قالوا بس كبير أو كده لغاية السقف، بس شكله باهي كده وجميل ومهيب، لكن تحس بالسلام وكده يعني. والحكاية دي حصلت مرتين، كانوا بيعزوا الصبح وشافوا كده، وبعد الظهر بعد الظهر شافوا 2 ملائكة بس ما شافوش 5، شافوا 2 برضو، واحد ورا كل من الذي يتكلم ومن الذي يترجم. وساعات قلنا للناس اصحاب الكنيسة احنا النهاردة عندنا ناس شافوا كده يعني. ففي ناس بتشوف، انا ما شفتش لكن اثق جدا في الناس دي، وشافوا برضو رؤى وكده، بس انا بتكلم دلوقتي موضوع الملائكة. حلو كده، نرجع تاني. إذا الملائكة والشياطين ممكن يسمعوا الناس، وعلى فكرة والملائكة حاضرين والشياطين حاضرين مطرح ما احنا موجودين على فكرة، صدقني. يعني هيجي يوم لازم نتكلم في الحاجات دي، لأن الشيطان مش قاعد كده مش خامل، لا، ده بيسيطر على برلمانات، ده بيسيطر على مؤسسات بالكامل عشان تعمل لصالح مملكة الشيطان، صدقوني. يعني بنعمة الرب لازم نتكلم في الحكاية، يعني مش النهاردة يعني. نيجي بقى نمرة 5، هل يستطيع الشيطان أن يستقرئ ما في ذهنك من خلال بقى خبرته معاك في تصرفاتك؟ صدقني ذكي جدا جدا جدا، وممكن عارف زي بقى بتوع الشطرنج يحط لك حاجة زي كده، بعرف انك انت مالكش مخرج غير انك انت تعمل كده. عشان كده بعض الناس بتخيل ان هو بيعرف المستقبل والحاجة، لا، يعني انت ممكن تبقى عارف فلان دوت عصبي شوية، او فلان ده قلبه بارد قوي، فلو حصل كذا يقول لك ده هيهيج وممكن اعمل كذا، او هذا، لا ولا هتسأل ولا الموضوع ده هيحرك في شعره. الشيطان اذكى جدا 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 من كده، وعنده خبرة اكتر جدا من اللي انت تخيله، ماشي كده. اذا ممكن ان يستقرئ ما في ذهنك. اخش على نقطة نمرة 6، هل يستطيع بقى الشيطان أن يلقي في قلب الإنسان فكرة ما؟
طبعا عاده فكره شريره حتى لو ظهرت في شكلها ايه حلو. دي بقى هتبتدي كده يعني، يعني يمكن نبتدي لاخ كده موسى يعني قد يتفق او يختلف، او اي واحد في فيكم يتفق او يختلف معايا. هل يستطيع الشيطان ان يلقي في ذهن الانسان حاجه؟ ايوه. هنقرا عن يهوذا بقى، هنقرا ايه ايتين. فحين كان العشاء، اسمع الحته دي، وقد القى الشيطان في قلب يهوذا سمعان الاسخريوطي ان يسلمه. الكتاب لما يقول القلب يقصد موضع الاراده، لكن طبعا في ذهنه بس مش دي القضيه يعني، في قلبه وفي ذهنه بس فهمنا يعني. القى لي الفكره. الشيطان خد بالك ممكن يلقي لك فكره، وياما بيلقي لينا افكار صدقني، عشان سواء نعمل الشر او نرد الشر بالشر. اسمع الحته اللي بعدها، ده حاجه فيه اكتر من انه يلقي. هل ممكن يدخل جوه البني ادم؟ بكل تاكيد، ومش كل مره يعمل له مصيبه يعني، يعني يعميه ولا يخليه يبقى اخرس ولا حاجه، او زي ما بنقرا عن يقول لك كان في شيطان في واحد وكان مجنون وحاجات زي كده. لا، ده ممكن يبقى زي الفل معاك عشان يستخدمك في وسط جروب يقول له ده الراجل ده كويس وبيقول كلام حلو. نقول بقى، فبعد اللقمه دي تاني ايه، دخله الشيطان. يبقى في الاول ايه؟ على فكره هما الاثنين في الايه 13. الاولانيه يقول لك القى الشيطان في قلب يهوذا ان يسلمه، وبعدها بكام ايه دي 13:2، وبعدين 13:27 في يوحنا، فبعد اللقمه دخله الشيطان فقال له يسوع ما انت تعمله فاعمله باكثر سرعه. ده كده احنا في نمره ايه؟ 6. وبالتالي بقى، بالتالي من الحاجات ديت انا متخيل ان ممكن ان يكون ما حدث مع الاخ موسى ان هو في ذهنه طلب البابا كرولوس وبعدين تجسم له، ممكن يكون ما يلي، ان الشيطان القى في فكره اطلب البابا كرولوس وبسرعه خد شكل البابا كرولوس، او استقرا ان هو في فكره هيحب يطلب البابا كرولوس. هو في تعليقه قال هذا المعنى، ان هو ولا كان في حوار بيني وبينه يعني شات، ان هو متعود يطلب البابا كرولوس. كان انا كتبت له كومنت وهو رد عليا، او هو كان متعود يطلب البابا كرولوس، فممكن ايه هي راح ظهر له يعني، وبالتالي ظهر له البابا كرولوس. لكن الحقيقه مبدئيا الناس اللي بتموت دي مش على مزاجها تروح وتطلع، وما حصلش ان حد ظهر فقط موسى وإيليا، وظهروا للمسيح شخصيا علشان يتكلموا معاه عن خروجه المزمع ان يتم في اورشليم. فكانوا بيتكلموا على خطه الخلاص، ماشي كده؟ فما تقولش بقى يبقى خلاص، لان بعد كده عمرنا ما شفنا ان مثلا ربنا ارسل سواء في العهد القديم او في العهد الجديد حد من الميتين الراحلين علشان يقول لحد حاجه. ما بعتش موسى يشجع يشوع في حاجه، ولكن مثلا يشوع اللي ظهر له كان ملك الرب، ما كانش موسى يعني. وهكذا يعني. واسمه ايه، وبطرس لما كان في السجن ما جالوش استفانوس، ما جالوش موسى ولا ابراهيم ولا اسحاق ولا يعقوب. حلو كده؟ لكن جاله ملاك. بولس لما كان في المركب اللي اتكسرت قال لهم انها وقف بها ملاك الاله الذي نعبده وقال لي كذا كذا كذا. ما بعتلوش مثلا ايليا يبلغه رساله، لا الكلام ده ما حصلش. زائد كل الكلام ده كله ما حصلش قبل القرن الخامس، اول ما ابتدت بقى بدعه زي ما قرينا قبل كده. ده انا ما اعرفش مين ظهر لي اعمل كذا، الشيطان خدها، هو كان بيجهز يعني. فدخلنا في شويه ظهورات، هوب هوب زيت، هوب هوب الكلام هيجي وهكذا، ويجي رئيس هذا يعني اللي اسمه ايه ده ضد المسيح، وهتكمل الحكايه. انا عايز اشرح اول اختبار كان لاخت عابره، حلو قوي في الموضوع ده. هي الاخت دي كانت عابره، وبعدين كانت حصل مره كانت هي واخده معاها واحده صاحبتها ارثوذكسيه، وراحين يقضوا مشوار بالعربيه يعني، فما كانوش لاقين مكان يركنوا فيه. فراحت ايه الاخت الارثوذكسيه قالت لها ايه، كان ساعتها في قديس طالع كده قال لك على الباركينج، قالت لها قالت ايه ندهت على قديس فلقوا باركينج. وبعدين حصل برضه ما راحوا مره تانية ومش لاقين، راحوا الست الرزقسيه برضه طلبت كده فلقوا باركينج.
جات مره الاخت العابره دي لوحدها وما كانت عايزه باركينج، طلبت الاسم الالف لا ارثوذكسيه ولقيت باركينج، وبعدين قلبها ضربها ازاي تطلب حاجه من غير المسيح. بعدين راحت تدور على باركينج، قالت باسم المسيح وما لقيتش باركينج، فاصرت لا يمكن انها تطلب حد تاني غير الرب، قالت لا يمكن، مش هذكر الراجل التاني. بعدها التاني مره طلبت يسوع فلقيت الباركينج، وبعدين قالت انا لا انا غلط. انا عايز اقول ايه، ممكن الشيطان يستخدم لك واحد وفعلا كده وتلاقيها شغاله. خد بالك من حاجه، المسيح هنا حط الناس دي علشان تختبرك بتحب الرب من كل قلبك ولا هتجري ورا فلان، وبعدين تعمل سياح بقى، فلان ده بتاع الباركينج، الناس كلها تنادي على فلان في الباركينج، شفاعتك يا فلان. غلط تماما. ولو شفاعتك يا فلان ممكن يجي لك يوم تطلب الحسين والسيد البدوي زي ما شفنا في حلقات سابقه. عايز اقرا شويه حاجات كده في السريع عن الشياطين بيعملوا ايه عشان كلنا نبقى ننتبه. اوعى تفكر ان هو قاعد وخامل، لا ده شغال علينا كلنا. بس هللويا مجدا الذي فينا اعظم من الذي في العالم. هنقرا شويه حاجات كده بسرعه عشان الوقت. ووقف الشيطان ضد اسرائيل واغوى داوود ليحصي اسرائيل. شوف ضحك على داوود واغوى داوود، وسقط من الشعب 70,000 واحد. وأراني يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب، حلو، والشيطان قائم عن يمينه ليقاومه. يعني يهوشع الكاهن العظيم قدامه ملاك الرب، وهنا معناها الرب على فكرة، ملك الرب في العهد القديم يعني ده الرب حاضر في شكل ملاك، طبعا ده كله قبل التجسد يعني، فتعتبر ظهورات وليس تجسدات. والشيطان قائم عن يمينه ليقاومه. تخيل بقى الشيطان واقف والرب واقف، وهتشوف اكتر من كده. بيقول لك وهؤلاء هم الذين على الطريق حيث تزرع الكلمه، وحينما يسمعون ياتي الشيطان للوقت وينزع الكلمه المزروعه من قلوبهم. والمسيح بيوعظ، في ناس الشيطان بيخطف الكلمه من قلوبهم. ايه ده؟ طبعا كان في الملائكه حاضرين والشياطين حاضرين، فعشان كده الملائكه قالوا للمريمات كذا كذا كذا. وقال الرب سمعان سمعان هوذا الشيطان طلبكم. ايه طلبكم؟ يعني ايه تقدم؟ زي ما حصل مع ايوب، تقدم طلبكم لكي يغرق لكم كان حنطة. حاجة كمان ديت كان لقى 22، اسمع اللي جاية ديت في تسالونيك الاولى 2:18، لذلك اردنا ان نأتي لكم انا بولس مرة ومرتين، وانما عاقنا الشيطان. الشيطان كان اوقات بيقف يتعب بولس في كراسته، فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع إيه؟ اسمع، رؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم، على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. حرب كبيرة قوي ده، لو مكان لو ربنا مش حرسك هتتسوح، صدقني هتبقى خادم ليهم، هتكون تبع المملكة بتاعتهم. وسمعت صوتا عظيما قائلا في السماء، الآن صار خلاص إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه، لأنه قد طرح المشتكي على إخوتنا الذي كان يشتكي عليهم نهارا ولا أمام إلهنا نهارا ولا لينا. دي الحكاية دي لسه ما حصلش، لسه هتحصل اللي هو السقوط، لكنه حاليا عارف يعمل إيه؟ بيشتكي علينا نهارا وليلا أمام الرب، لسه ما اطرحش من هناك. عشان كده صدقني اللي سندنا في الحاجات دي شفاعة يسوع. عشان ما تتخضش قوي، صدقني حواليك ملائكة وشياطين، لكن عشان اشجعك قوي قوي قوي، ده بالنسبة للمولودين ثانية. انتم من الله ايها الاولاد وقد غلبتموهم، لان الذي فيكم اعظم من الذي في العالم. يوحنا الاولى 4:4، نعلم أن كل من ولد من الله لا يخطئ، بل المولود من الله هنا لا يخطئ يعني يعيش في الخطية، بل المولود من الله يحفظ نفسه. اسمع الحتة اللي جاية، والشرير لا يمسه. لا يمسه دي معناها ما يقدرش يأذيه. طب جبتها منين يا أخ سامي ديت ما يقدرش يأذيه؟ هي نفس الكلمة في اللغة اليونانية في الآية الجديدة اللي هقراها دلوقتي. الأولى دي كانت يوحنا الأولى 5:18. تعال بقى العبرانيين 11:28، بالإيمان على موسى صنع الفصح ورش الدم لألا يمسهم الذي أهلك الأبكار. كان يمسه يعني إيه؟ كان هقتله. فيبقى اللي هو بيقول لك إيه؟ المولود من الله يحفظ نفسه والشرير لا يمسه ما يقدرش يأذيه. لما يقدم الشكوى لو ربنا إداله أوكي أوكي، ما إدالوش أوكي ما إدالوش أوكي. ماشي كده؟
في ختام الحلقة نفسي أعمل بس حاجة مش متعود أعملها يعني. أخويا أختي تحب تقبل المسيح مخلص وفادي ليك، يبقى شفيع ليك، يقف بدل ما الشياطين يلعبوا بك الكورة ويستخدموك ويشغلوك في مملكتهم وانت مش واخد بالك. لو عايز احسب حسبتك وفي اوضتك شوف هنعمل تعمل. لو ممكن تشارك الفيديو على على السوشيال ميديا بتاعتك يبقى كويس. لو تحب تديله لايك لو تعتقد يستاهل تديله لايك، لو ممكن تشترك في القناه من فضلك اشترك. وانت انا ربك نجي نتقابل في حلقه تانية. سلام، المسيح يكون معكم.